مرحبا. حفلنا اليوم هو دعوة من القلب لكم أنتم النخبة لنحكي عن خصوصية موسيقانا السورية، وبالتالي لندافع عن هوية الموسيقى السورية من الضياع. ليش؟ لأن الموسيقى السورية هي أول موسيقى معروفة في العالم. طبعاً سوريا يعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وجزء كبير من العراق وجزء كبير من تركيا. بهالمنطقة هاي نشأت أول موسيقى معروفة في العالم، أول كتابة موسيقية في العالم كمان، مثل ما اخترعوا أول أبجدية اخترعوا أول كتابة موسيقية في العالم. هالموسيقى انتقلت مع اليونان مع الرومان لأوروبا وبقيت سائدة فيها لمنتصف القرن السابع عشر ميلادي. هاي معلومة ما حدا بيعرفها، فلذلك موسيقانا كتير مهمة. شو يلي صار؟ ليش وقفت بالقرن السابع عشر من منتصفه؟ هذا اللي بدنا نحكي فيه اليوم. رح نبدأ بأنه نسمع أنشودة أوغاريت يلي هي باللغة الحورية تعتبر أول أنشودة عبادة موجودة عنا، وتعود إلى 1400 قبل الميلاد، وهي من موجودات المتحف الوطني بدمشق. تفضل. لكن هون الأقدم انتقلت الموسيقى لهونيك، أثرت وتأثرت. إجا العالم اليوناني فيثاغورس، نعرفه كلياتنا، يلي عمل دراسة بالرياضيات، عمل أول دراسة على فيزياء الصوت، درس المقامات يلي جاية من عنا، فطلع بنتيجة إنه في عنا لوينات صغيرة كتير. هذا الموضوع بتعلق تحت عنوان اسمه عنصر اللحن، يعني انه نحن شو يلي منغني. فاذا اكتشف انه الموسيقى اللي جاية من سوريا بتغني ابعاد كاملة، مثل مثلا جرب استاذ طارق البعد الكامل. بعد كامل مثل الدو والري. لا 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 ونصف البعد لا لا لا. وفي عنا مقامات فيها أبعاد ولوينات أصغر بكتير من البعد الكامل ومثل نصف البعد. ممكن تشرحوا لنا التقسيم الشرقي؟ دوري مين تجي ناقصة؟ عاصم تغني لنا نموذج؟ السورية فيها فقط أبعاد وأنصاف عن أبعاد. مس ليندا تغني لنا مثلا وطني. وطني
يعني تقسيمات أصغر من البعد الكامل ومن نصف البعد. يا ميجا هاللوينات الصغيرة الصوتية جاية بالموسيقى تبعنا، لقى انه البعد الكامل بيتقسم لتسع اجزاء، سمى كل جزء منه كوما، يعني فاصلة باليوناني، اوكي؟ فلاحظتوا هلا الفرق بين عم تغني وطني طريقة كلياتها ابعاد كاملة او انصاف ابعاد، بينما هاي يلي فيها كثير لوينات هيك عم نلون صوتنا اكثر. الالات الموسيقية ما كلياتها فيها تأدي شكلي. يعني مثلا في عنا العود القانون الى اخره، هدول بيقدروا يؤدوا من صوت الشرقي، لكن الالات عموما ما بتقدر تؤدي غير بعد كامل او نصف بعد، الا اذا اجى واحد عبقري مثل عبد الله شاهين السوري اللبناني مثلا عمل بيانو شرقي، او اجى واحد عبقري ثاني مصري علم عازف الفلوت السويدي بجورن انه يعزف فلوت بالطريقه هي. السوريين الاثنين انطوان وسامي الشوا قدروا يحولوا اله الفيولون كمان لاله شرقيه، وبهيك انتقلت الموسيقى من التخت الشرقي البسيط لاوركسترا عربيه. فالسوريين حاطين لمساتهم مين ما كان. رح نسمع هلا تسجيل لعازف الفلوت السويدي الشهير بجورن قدمه بحفل بستوكهولم عام 1975، بيأدي في تقاسيم على الفلوت الغربي، في تقسيم سوري للابعاد على النغمتين الثالثه والسابعه. والفلوت غربيين، لكن الموسيقي بجورن السويدي واستاذ طارق صالحية عندهم طريقة فتة لعزفه، ممكن تشرح لنا استاذ طارق كيف بتعزف شرقي على الجيتار الغربي؟ الجيتار أصغر مسافة فيه مثل هون هي الخانة هي نصف بعد، فبنطلع الربع بعد الكومات مثل بالبلوز، هذا بسموه الغرب بند بنفس الطريقة. فينا اذا نطينا الوتر اقل تطلع مسافه ربع بعد، يعني هاد فيما يتعلق اللي حكيناه لهلا بيتعلق بعنصر اللحن، اوكي؟ هلا بقى بدنا نحكي من حيث تشكيله النغمات باللحن نفسه، ايه؟ كيف تموقع النغمات عم يعمل احساس شرقي او احساس غربي؟ وجد فيثاغورس انه النغمات القادمه من سوريا بتدور بفلك سبع نغمات عم تتكرر مثل ما بتدور اللغه بفلك مجموعه حروف تتكرر. اطلق على تسلسل العلامات السبع اسم سلم موسيقي، وهو في الواقع السلم السوري البابلي الذي ما زال كل العالم يعتمده الى اليوم في موسيقى. ليندا وطارق سمعونا اذا بتريدوا سلم او مقام من دون اسماء النوطات بس لا ما أسماء فيثاغورس سلما نحن نسميه مقاما. أسماء معظم المقامات سريانية ما عدا القليل منها الذي دخل عليها من الموسيقى الفارسية فيما بعد. بمقام البيات مثلا يستقر التقسيم الشرقي على الدرجة الثانية. طارق مقام البيات عزف على الحل إذا بتريد. ليندا ممكن تغني لنا موال دمشقي بيات مثل تبع نزار قباني الحان الرحباني. يا بلدة السبعة الأنهار
بزهر الخوخ مشغولة، ويا حصان تخلى عن عنتي وراح يفتح معلوما ومجهولا. شكرا لك. مثلا بيستقر التقسيم الشرقي على الدرجة الأولى. طارق تعزف لنا سيجا. أستاذة رويدة الداية لو سمحتي تغني لنا على الروزانا مثال على سيجا. يستقر التقسيم الشرقي على الدرجة الثالثة والسابعة. طارق لو سمحت. فادي عنياني من صف السادس رح يغني لنا مثال قدك المياس من مقام الرصد. نسميها العرض الصوتي. هالشي هذا بنسميه موال. نسمع موال لو سمحتوا. عاصم. أو دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور، ولقيت بنات الحوار بيدهم كاسات الدهب، كاسات من بلور، لابد ما يغلط الساقي ويجينا اسم الباص المستمر باسو كونتينيو. المقامات السورية ما زالت، يعني العنصر الأول، ما زالت تميز موسيقانا إلى اليوم، لكنها استمرت في الموسيقى الغربية مثل ما قلنا حتى القرن السابع عشر. أما تعدد الأصوات فتوقف في الموسيقى السورية عند مرحلة الموال، في حين تابع نضجه في الموسيقى الغربية ليصل إلى جمالية متفردة عادت إلينا اليوم مع النهضة الموسيقية الحديثة بالقرن العشرين. فما الذي حصل؟
الواقع أن سير الموسيقى السورية منذ ميلاد السيد المسيح تياران هامان في اتجاهين معاكسين. قد رجال الدين المسيحيون السوريون دور الموسيقى الروحاني، فللكنيسة الشرقية تراتيل سريانية بلغة السيد المسيح الأرامية ما زالت مستمرة إلى اليوم. طالبة صف السابع جويل عوض، إذا بتريدي ترتيل سرياني. تراتيل الكنيسة الشرقية البيزنطية هي تراتيل البيزنطية، هي تراتيل سورية باللغة اليونانية. استاذي ليلى نحات، إذا بتريدي تراتيل لنا بيزنطي. Christos anesti ek nekrom sanatom sanatom patisas ketis entis mimas izoi harisa. التي صارت مركزا للمسيحية الكاثوليكية، وطبعا انتقلت التراتيل السورية إلى الكنيسة الكاثوليكية باللغة اللاتينية. مثال على ذلك هللوا لله السورية التي صارت تلفظ بهللويا. ممكن طالبة صف السابع الثامن كريستيرا بالنور تعملين هللويا. هللويا هللويا أو قليل لكن موجود. الموسيقى صارت تحت حماية الكنيسة، صارت تدرس في الكنائس وما زالت إلى اليوم الجوقات والموسيقى تدرس في الكنائس. على مدى 10 قرون سطح الكنائس الكاثوليكية بالأناشيد الجريجوريانية أحادية الصوت مثل عنا تمام، الخاصة بأصوات الرجال. نسمع مثال. من دون كيشوت سيرفانتس مرورا بالملك ريتشارد قلب الأسد إلى روبن هود. وهذا مثال رائع ونادر لأغنية أحادية الصوت لفارس جوال تعود إلى القرن 14 سورية الطابع بسبب تشكيلة النغمات فيها. والباص المستمر مضافا إليه صوتا ثالثا ثم رابعا مناسب الطبقات الصوتية للأعمار المختلفة يلي بيردوا بالكنائس. وهذه كانت بذور تعدد الأصوات أي العنصر الثاني الهام، واستمرت عملية نضجه في أوروبا حوالي 1000 عام. تعدد الأصوات الغربي اليوم نوعان، بوليفوني أي عدة ألحان مختلفة يشكل كل واحد منها لحنا جميلا مستقلا لكنها تسير جنبا إلى جنب. لنسمع بداية كل لحن على حدة. ممكن تتفضلوا شباب على المسرح.
على الجيتار رح يعزفوا لنا بوليفوني من ثلاث ألحان، ثلاث أصوات. الصوت الأول مسلين بدك ترجعي لورا مع الكرة. أوكي. الصوت الأول رح يعزفوا هنا ثلاثتهم طلاب صف ثامن. الصوت الأول رح يعزفوا فراس طرابلسي. جاهز فراس؟ تفضل. شكرا فراس. اللحن الثاني لا يقل عنه جمالا، رح يعزف لنا اياه ماهر حسن. شكرا ماهر. جاد عماني رح يعزف لنا اللحن الثالث الجميل ايضا. رح نسمع هلا ثلاث اصوات يلي كل وحده لحالها حلوه، ثلاث الحان رح نسمعهم مجتمعين مع بعض، رح نشوف قديش نوع اخر من الجمال. الأذواق لا تناقش، ما فينا نقول هذا أحلى ولا هذا أحلى. أوكي؟ طيب منويت لموزار، رح يعزفوا الثلاثي. بيعزفه استاذ طالب صف العاشر محمد صالحي على الفيولون. يقض على شوكة. لما بيجتمعوا مع بعض بالعزف بيطلع عالم كتير حلو. الأب وابنه يعني. الأب وابنه. السوري واختيار الأبسط منه للطباعة والنشر، فكان قرار موسيقيو القرن السابع عشر أي قصر الباروك ومن أهمهم يوهان سيباستيان باخ بالتخلي عن الكوما، عن هاللوينة الصوتية الصغيرة، وقلنا البعد الكامل بتقسم لتسع أجزاء كل واحد كوما، فتخلوا عنا نهائيا وحتى عن السلالم السورية كلها محتفظين فقط باثنين يلي هن النهوان مينور أي السلم الصغير والعجم الماجور أي السلم الكبير. هذا بالنسبة لمسار موسيقانا السورية بالغرب. أما في بلادنا ففي القرن السابع ميلادي بشر النبي محمد بالديانة الإسلامية،
فاستقبله أهل المدينة نساء ورجالا، فطلع البدر علينا. استطلعوا القرآن إذا تريدوا. لأن الرسول الكريم قدر دور الموسيقى الجيدة في روحانية الدعوة للصلاة، لكن الموسيقى استثنيت تماما من واقع عظم الحضارة الإسلامية، لأن أئمة الإسلام بعد فتح المسلمين لدمشق وسماعهم أوركسترات تعزف فيها بل تقودها نساء، خافوا من تأثير جمالها الساحر في القلوب فمنعوها. مورست الموسيقى فقط في القصور حيث اقتصرت على اللهو وركزت على الغناء العربي الإفرادي للقصائد، مما جعل الموسيقى الغنائية أساسية فيها إلى اليوم. سمح للمغني أو المغنية في القصور بالجلوس على وسائد خلف ستار، ممكن يعزفوا على آلة موسيقية، عود أو شيء، شوية بعدين فرقة موسيقية صغيرة تكونت معها سموها التخت الشريف، يقعدوا على تراريح الأراضي. بقيوا على هالحالة هاي لأيام القصبجي، بعدين بالنهضة بالقرن التاسع عشر آخر وبداية العشرين، لما الأخوين سامي وأطوان الشوا دخلوا بسوريا دخلوا آلة الفيولون على الفرقة، فتحولت من تخت شرقي لا فهالبطء بالحركة هاي وقف الموسيقى. هلأ بالعصر العباسي صارت كتير دراسات نظرية مثل دراسات ابن سينا والفارابي والكندي إلى آخره، حكوا بالسلم الموسيقي العربي بس هو البابلي السوري، أوكي؟ حكوا بتأثير الموسيقى وربطها على الفلك والعلوم والطب والحالة النفسية للإنسان. هلأ اليوم عم تجري بأوروبا دراسات من هالنوع تثبت صحة كلامهم، لكن ما قدروا يزعجوا موقف القائمين على الأمور من نظرتهم للموسيقى. شمس الدين الصيداوي الدمشقي وضع بالقرن الثالث عشر حوالي الرابع عشر طريقة في التدوين الموسيقي تعتمد على القصر والفراغات، كمان هن قدموا شيء للموسيقى. ساحر المدارس قرطبة بحضارة الأندلس صار في تيار جديد بإسبانيا في دفع الحضارة العالمية نحو الأمام. الأوروبيون أرسلوا أولادهم لقرطبة للدراسة في جامعاتها وتعلم الموسيقى. الحدث الموسيقي الهام هو نشأة موسيقى إخوان الصفا التي ولدت فروعا عديدة للموسيقى الصوفية الرائعة، سنسمع مثالا عليها مدى. كما أن برامج الكمبيوتر اليوم تساعد على كتابتها، وتجري اليوم محاولات ناجحة في تعدد الأصوات إذا ابتعدنا عن الكومة واخترنا مقامات ذات أبعاد وأنصاف أبعاد. فلنسمع هذا التوزيع الموسيقي الرائع للموسيقي عبد الرحمن الخطيب لموشح لما بدأ يتثنى على أسلوب البوليفوني، لحن أساسي يلاعبه بمرح لحن ثاني لا يقل عنه جمال.